ما لا تعرفه عن أكلة التاكوس؟ يعود تاريخ أكلة التاكوس إلى القرن الثامن عشر، وإن تمعنا في أصل الأكلة سنجدها وجبة غذائية من أصول مكسيكية. هي أكلة تقليدية سريعة التحضير، ترتكز بالأساس على خبزة الذرة أو التورتيلا، تكون محشوة بالدجاج أو اللحوم أو المأكولات البحرية، إضافة إلى الجبن والخضروات والصلصة. وبالعودة على تاريخ التاكوس، فإن هذه الأكلة ابتكرها سكان مناجم الفضة بالمكسيك، وتعني ساندويتش. وقد عرفت أكلة التاكوس هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل سنة 1905، عندما اختار المكسيكيون، أقول الولايات المتحدة، وجهة لهم. إلا أن هذه الأكلة تمكنت من تحقيق شهرتها العالمية في منتصف القرن العشرين، وأصبحت بذلك من أشهر الأكلات الشعبية. هذا وقد تم تحديد الرابع من أكتوبر من كل سنة تاريخ اليوم العالمي للتاكوس، حيث تقوم مختلف المطاعم المختصة في تقديم هذه الأكلة الشعبية بتوزيع مختلف أنواعها مجانا. إذ نجد من بين أنواع التاكوس تاكوس باللحم المفروم، تاكوس الدجاج المكسيكي، وتاكوس بالروبيات. والجدير بالذكر، فقد تم إعداد بهارات خاصة بالتاكوس والمتمثلة في مزيج للدقيق والفلفل الأحمر والكمون والثوم والملح والبصل والسكر، حيث تم تحضير هذه الخلطة مسبقا والاحتفاظ بها في مكان بعيد عن الرطوبة والحرارة لاستعمالها عند الحاجة.